هاي صبايا، فيديو اليوم رح نركز فيه كيف نحضر وجهنا للميك اب. اذا حابين تعرفوا الخطوات بالتفاصيل تابعوا الفيديو. رح ابدا بتحضير وشي بالبرايمر مثل العاده. بحب هالبرايمر كتير كثير من بنفيت كوزمتكس لانه بيعطي هيك ملمس مخملي رائع جدا وبيغطي المسامات بطريقه حلوه. رح حطه على اكثر المناطق اللي بتطلع فيها المسامات، اللي على الخدود، على الانف، شوي على الجبهه وشوي على الدقن. بعدين رح احط الفاونديشن. بحبه لهالفاونديشن من ميك اب فور ايفر لانه بقدر ابني طبقاته شوي شوي مثل ما انا بدي. ورح استعمل هالبرش من نتاشا دينونا، الفاونديشن برش نمبر 19. ورح بلش حط اول طبقه للفاونديشن. ما رح احط كل الكميه اللي بدي اياها لانه بدي احط بالنص الهايلايتر وارجع احط فوقه اخر طبقه للفاونديشن. بعدين رح جيب بيوتي بلندر تكون شوي مبللة وطبطب على الفاونديشن لحتى يعطي الفينش اللي أنا بدي إياها، تكون ناعمة وسموث. للكونتور رح استعمل شيد أند إلومينيت كيت من توم فورد، فيها لونين الإلومينيت والشيد اللي هو رح استعمله للكونتور. رح استعمل الأوفل برش من ميك اب برش سيت. رح أبدأ بلون الكونتور. استخدمت خصيصا الأوفل برش لأنه بقدر حدد تماما وين أنا بدي حط الكونتور، وبعدين بقدر مده بالطريقة اللي أنا بدي إياها. هيك بيطلع دنس، بيعطي اللون الغامق المناسب اللي أنا عم دور عليه بالكونتور. وبرجع بالبيوتي بلندر بوزعه على باقي الوجه لحتى يندمج مع طبقة الفاونديشن اللي حطيتها. بعدين راح اخذ لون الإلومينيت. رح استعمل فاونديشن بريسيشن براش من سيفورا. رح احط على الانف، على العظمتين اللي حوالين الشفه الفوقانيه، وعلى طرف الخدود. ما رح اوصله للنص الخدود لحتى ما كتير تبين المسامات واضحه. وبرجع بالبيوتي بلندر بدمج كل شيء مع بعضه. بعدين رح اخذ هالدروبس من كوفر فيكس اللي هن هايلايتنج دروبس. رح احط محل ما حطيت الالومينيتر قبل شوي، بيعطوا هيك مثل ميتاليك جلو. ورح اخذ البراش من ريل تكنيك الفيس براش وأعمله بلندنج مع بقية الطبقات. إذا حسيتوه كتير ارجعوا حطوا فوقه طبقة الفاونديشن. منشان هيك أنا ما حطيت كل طبقة الفاونديشن بالبداية لحتى أرجع غطي الزايد من الهايلايتر دروبس. بعدين رح اخذ كوركتور وبالسيجما براش 194 رح احط بزوايا العين بس، لانه هو هدفه يروح السواد يلي بزاوية العين، فما رح مده على كل المناطق اللي بينمد عليها الكونسيلر. وباصابعي رح ارجع طبطب مكانه. طبعا في عندي رفيقة كل ما اقول طبطب بتضحك علي، بتفرط من الضحك، بقول لها طب شو بقول بدل طبطب يعني. المهم طبطب. طيب رح نرجع ناخذ الكونسيلر وهلأ رح مده تحت كل منطقة العين. وبرجع بطبطب. طب هي التابينج عن جد طبطب؟ شو بقول يعني؟
آخر خطوة رح أعملها هي إنه رح أحط الآي شادو برايمر لحتى يطلع الآي شادو لونه هيك إنتنس وغامق ويثبت طول الوقت. إذا لاحظتوا بعملية تحضير وشي للميك اب ما حطيت ستاتينج باودر ولا حطيت أي برودكت على شكل باودر مثلا مثل بلاش مثل الكونتور باودر، هدول بتركن آخر شي بعد ما خلص الآي ميك اب. إذا حابين تعرفوا كيف عملت الآي ميك اب لسهرة اليوم رح أحطلكن اللينك بآخر الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا له شير ولايك وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل لحتى تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية. بشوفكم بالفيديو اللي بعده، باي.